الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير عن طاووس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلمين عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه، ما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. وهذا من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يعني إدخال باب الجزية في أبواب الزكاة، هو يعني هي طريقة بعض أهل الحديث مثل الإمام مالك، ولكن المشهور عند الفقهاء أنهم يدخلون الجزية في أبواب الجهاد. ومع ذلك فكونه يدخل هذا الباب هنا، يعني كونه يفسر حديث العشور بالجزية، هو مذهب بعض الفقهاء أو مذهب بعض من فسر هذا الحديث. وإلا بعضهم فسر الحديث ليس بالجزية وإنما بشيء آخر، وهو يتعلق بزكاة التجارة، يعني شيء يتعلق بالتجارة ربما يسمى زكاة أو ربما يسمى شيء آخر، بحيث يكون من المسلمين ربع العشر، ومن آخرين نصف العشر، ومن آخرين عشر كامل الذين هم اليهود والنصارى وغير ذلك. وعليه فهذه تتعلق بالتجار الذين يمرون ببلاد المسلمين، فيكون هذا نوعا من كيف الآن ما يسمى بضريبة التجارة، أنه بيدفع في أول مرور بيدفع عشر معين أو مبلغ معين عن السنة، وبعد ذلك إذا مرت سنة كاملة ومر ببلاد المسلمين يدفع مرة ثانية. بعضهم قال إذا كان من المسلمين ومر ببلاده ودفع يدفع مثلا ربع العشر، ويعد هذا من يعني هذا الذي مر أو لم يمر، طبعا المسلم يدفع ربع العشر من زكاته. وإذا كان كتابيا مثلا أو كان يعني غير مسلم يدفع نصف العشر، وإذا كان حربيا غير معاهد ولا بينه وبين المسلمين سلم أو عهد، فإنه يدفع العشر كاملا. يعني الحربي يمر بشرط أن يدفع العشر. هذا أيضا قول لبعضهم، وعليه فليس الكلام متفقا في هذا الحديث على أنه من الجزية. وبالتالي في القول ليس على المسلمين جزية احتجاجا بهذا الحديث هو أمر فيه نقاش، وقد يخالف فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ضعيف لا يصح، فقابوس هذا هو لين الحديث ضعيف. وأما يحيى بن أكثم، وإن كان يحيى بن أكثم وإن كان رمي بأي شيء من البدع، بسرقة الحديث، هذه ليست بدعة وإنما هي جريمة حديثية عند المحدثين، إلا أنه يعني برأه منه بعض أهل العلم، منهم ابن حجر قال لم يقع له ذلك، وهو صدوق في نفسه فمحتمل الحديث، لكن قابوس هو الذي عليه الحمل في هذا الحديث فلا يصح. وفيه: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. وهذا الحديث اجتمعت فيه جملتان. الجملة الأولى ليس لها ما
يعني يقويها. وحتى حديث لا يعني لا يجتمع في أرض الجزيرة الدينان وغير لا يصح أن يكون شاهدا لهذا، لأن هذا يقول في أرض واحدة، يعني هذا يعني أن كل مكان يأخذه المسلمون ويعني يفتحونه يتحول إلى إيش؟ إلى مكان مثل أرض مثل جزيرة العرب أو مثل مكة والمدينة أو مثل المكان الذي فيه مكة والذي ولا يمنع ويمنع منه دخول غير المسلمين، وهذا ليس له ما يشهد له في هذا الباب. لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ليس له أي شاهد ولا يصح هذا المعنى، بل يمكن أن يعيش المسلمون وغير المسلمين في مكان واحد في ظل حكم الإسلام، يعني الإسلام لا يمنع هؤلاء من البقاء مع المسلمين، ولكنهم لا يؤخذ منهم زكاة أموال، وإنما بالنسبة للمال الذي يؤخذ منهم يسمى بماذا؟ بالجزية. وأما قوله وليس على المسلمين جزية فالمعنى صحيح. الجزية تختلف عن الزكاة، الجزية تؤخذ على النفس والزكاة تؤخذ على إيش؟ على المال. تكلمنا عن هذا في الحديث الذي مر معنا، وعلى كل حال من دينار. ثم ذكر الحديث أيضا إلى قابوس، وفي النهاية المدار هو سبب الضعف وهو قابوس هذا. قالوا في الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي، لما واحد من الناس يروي الحديث ولا يذكر اسم جده ويقول فلان عن أبيه عن جده مثلا، فيقال جد فلان من غير أن يذكر اسمه، ما فيه مانع من مثل هذا، لأن أحدهم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهدته أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يشعر أنه رآه فإنه يسند إليه حينئذ هذا الحديث. كان على كل حال هذان لا يصحان، وإن كان شاهدين في يعني كلاهما يشهد لهذا، لكنهما لا يصحان، لا يصح شيء منهما. قال حديث ابن عباس روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هنا لاحظ الحديث الأول والإسناد الأول فيه من طريق ابن عباس، وبالإسناد الثاني من طريق عن أبيه يعني عن أبي ظبيان مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. وأيضا هذا المرسل ضعيف، لأن مداره أيضا على قابوس هذا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، هذا هو وهذه الفائدة من الخلاف في هذه المسألة، أنه إذا لم يكن على المسلمين جزية، وقبل يوم من وجوب الجزية على ذلك النصراني، يعني مثلا كان في يوم كامل يوم في شوال، يوم 20 شوال ليلة 21، إذا كان يوم 21 تلزم في رقبته الجزية وأسلم يوم 20 سقطت عنه الجزية، وبالنسبة لأمواله ننتظر به حولا كاملا حتى يزكي. واضح؟ هذه فائدة أنه ليس في رقاب المسلمين جزية. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة، جزية الرقبة. فاستدلاله بالعشور على ذلك الحديث هل يصح له وهل يعني يقبل منه على الخلاف الذي ذكرنا، هل العشور الحقيقة معناها الجزية ولا شيء آخر؟ لأن كلمة العشور هل يؤخذ من اليهود والنصارى عشور؟ ما هي العشور الذي يؤخذ من النصارى؟ على النفس وليس على المال، لهم ليس عليهم في مالهم زكاة. قال وفي الحديث ما يفسر نعم ما يفسر هذا، حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى، ونحن قلنا على القول الآخر المسلم عليه ربع العشر، والعشور إنصافها وكاملها إما على من ليس بحربي وإما على من هو حربي، وهذا موضوع ليس له علاقة بالجزية على قول بعضهم. والقول الآخر أن العشور كلمة تطلق على ما يؤخذ من الناس سواء كان زكاة عفوا سواء كان جزية أو كان ما يسمى بالإتاوة أو كان مكوسا أو غير ذلك. كلمة عشور يقال يعشر ماله، يعني يؤخذ منه الجزية أو يؤخذ منه الإتاوة أو يؤخذ منه المكس إلى غير ذلك. وعليه فالقضية فيها
وبالتالي هو استدلال يعني ليس في محل إجماع، وإنما هو كما يقال هو الاحتجاج في موضع النزاع، هذا معروف عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الحلي. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة أو امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناد هذا الحديث مقال، واختلف أهل العلم في ذلك. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. أما ما يتعلق بزكاة الحلي، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الحلي. والحلي من الذهب والفضة فيه الخلاف، هل يلزم فيه الزكاة لكونهما نقدين وهما لا يتحولان عن النقدية، يعني نقديتهما أصل لا يتغير سواء كان تبرا أم كان سبيكة أم كان مسكوكا مضروبا مصوغا إلى آخره، في كل تلك الأحوال يبقى الذهب والفضة يبقيان نقدين. أم أنه إذا تحول إلى مصوغ تتحلى به النساء يتحول إلى سلعة تجري فيه أحكام الربا بينه وبين السلع بدل أن تجري بينه وبين النقود، فإذا كان تجري بينه وبين النقود أحكام الربا فهو نقد وعليه فيزكى، وإذا كانت لا تجري فيه أحكام الربا بينه وبين النقود فهو سلعة وعليه فيتحول مثل الحديد والنحاس والجواهر الثمينة التي لا تزكى إذا كانت حليا. والسبب في الخلاف في المسألة جانبان: جانب الأول أنه إذا تحول إلى حلي لم يصرف كالدينار والدرهم، وإنما يلبس ويتزين به وغير ذلك. الأمر الثاني وجود الأحاديث التي وردت في حقه أنه ليس فيه الزكاة. وأما من قال فيه الزكاة فأخذ بالأصل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم،
وهذا يدل على أن الذهب والفضة الأصل فيهما هذا، وإلا يحتاج الانتقال إلى دليل منفصل، إلى دليل منفصل. وضحت القضية؟ أما الاستدلال بكونه تحول إلى زينة وسلعة فيلزم على من يقول بذلك ألا يجري الربا بين الذهب والنقود، أو بين الحلي من الذهب والفضة وبين النقود، لأن حكمه اختلف. كما لو قلنا نشتري التمر والزبيب والملح والشعير الحنطة نشتريها بالنقود بالذهب والفضة ولا يجري بينهما ربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة بالإجماع وعليه. فإذا تحول كذلك فيجب القول بأن الذهب إذا تحول إلى حلي يشترى بالنقد، نذهب إلى الصائغ وندفع النقود ونقول له غدا نكمل لك ثمن الحلي، ونأخذ الحلي ويسجل عنده مثل ما يسجل الملح والتمر، لأن هذا سلعة. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بيع الذهب وكان فيه بعض الخرز وكذا ماذا فعل؟ أمر بماذا؟ بفصله، مع أن الخرز جزء من الحلي. وأجرى فيه الربا ولا ما أجرى فيه الربا؟ أجرى فيه الربا، فهذه حجة أو فهذه علة عليلة. نعود إلى الأحاديث. الأحاديث التي وردت في أنه لم يخرج فيه الذهب من حديث فيما أظن أنه مروي عن أم سلمة أنه ليس في الحلي الزكاة، ومروي عنها أيضا يعني بعضهم رواها ليس في الحلي الزكاة وبعضهم رواه بدون ليس في الحلي الزكاة، والرواة هنا وهناك ضعاف، يعني لا يصح هذا أصلا، لا يصح أصلا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ كما رواه مالك رحمه الله تعالى وصح عنه إسناد صحيح قوي، أنها كان لها بنات أخ وكان لهن حلي، وما كانت تخرج بنات أخ يتيمات، وكان لهن حلي وما كانت تخرج ذلك الحلي. وعليه اعتمد الإمام الترمذي في أن عائشة مذهبها أنها لا تخرج زكاة الحلي. وهذا يمكن مناقشته بأن يقال وهكذا أورده شيخنا ولم يعترض عليه، لكن بالنظر إلى الرواية يمكن أن يعترض عليه. شيخنا أورده على أنه كيف يمكن أن تروي المرأة أو كيف يمكن أن يروي الراوي الشيء ويقول بخلافه، ثم يعتمد على إما على قوله وإما على روايته. لكن هذا معترض، لأن عائشة اجتمع في حديثها أنهن يتيمات وأنه حلي، فربما لم تخرجه لأن الحلي لا يخرج عليه عندها الزكاة. ويقر الترمذي في إشارته إلى أن عائشة تقول بذلك ويكون اعتمد على هذا. وإما أن يقال إن في إخراج الحلي، إن في إخراج الزكاة عن مال اليتيم خلافا، فلعل عائشة كانت تقول بخلاف هذا، وهو قول من الأقوال المشهورة أن اليتيم ليس في ماله زكاة. وهذا لا يعني أن نقول بذلك، لا، وإنما نقصد أن هذا معترض، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقول أن عائشة تقول بهذا، ربما كانت تقول بالمسألة الثانية، وبالتالي فهي لم تخرجه لا لأنه حلي بل لأنهن يتيمات. وهناك احتمال ضعيف بشيء من التكلف أن يقال إن ذهبهن إن كان مجموعا فتخرج فيه الزكاة، وإن كان متفرقا بينهن لأنهن يتيمات وأخذنه ربما عن طريق الميراث فلا يلزم فيه الزكاة إلا إذا كان إيش؟ مجموعا، وهو في الحقيقة حلي، والحلي لا يكون مجموعا، صحيح ولا لا؟ وبالتالي فلا يسلم لمن يقول بأن عائشة مذهبها في هذا القول بأن زكاة الحلي ليست واجبة. وهذا الحديث هذا هو الدليل الأقوى في المسألة، هو الذي صح، ولكنه صح من قول عائشة لا من نقلها، من مقولها لا من منقولها. أما الثابت من منقولها فسنأتي إليه إن شاء الله تعالى، نأتي إلى حديث الباب. أما الحديث الأول
حديث زينب ابنتي زينب امرأة عبد الله. طبعا قبل الذهاب إلى الحديث قال فيه عن عمر بن الحارث أو عن عمرو بن الحارث, وهذا صحابي وهو أخو من أخو جويرية. طيب قال عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب, وهنا خطأ, وسبب الخطأ هو أبو معاوية بحيث جعل كلمة عن زائدة في هذا الموضع ولا وجود لها, فكان ينبغي أن يقول عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابني, وابن هنا لها ألف, ليش؟ حتى تعود إلى الأول وهو من؟ عمر, فهو عمر ابن أخي زينب زوجة عبد الله, واضح؟ فهو لا يروي عن ابن أخي زينب, وإنما هو نفسه ابن أخي زينب امرأة عبد الله, واضح؟ فهو عمر ابن الحارث ابن المصطلق ابن أخي أو ابن نعم ابن أقول ابن أخي زينب امرأة عبد الله, واضح؟ والخطأ من أبي معاوية. قال عن زينب ابنتي عن زينب امرأة عبد الله. وإذا قلنا عن ابن أخي زينب زاد في الحديث طبقة, وهذه الطبقة لا وجود لها. قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. وهذا الحديث اعترض على استدلال المصنف وغيره به أن في الحلي الزكاة, لأن إذا تصدقت المرأة من حليها وأن ذلك يكون سببا في نجاتها يوم القيامة, فهذا يدل على أن فيه الزكاة, لأنها إذا لم تؤدي لم تنجو. اعترض على هذا بأن يقال بل إن الإنسان لو أخرج من ماله نافلة ربما كان سببا في نجاته يوم القيامة, لأن الحسنات توضع يوم القيامة في الميزان في مقابل السيئات, واضح؟ هذا لا يعني أنهن غير مطالبات بإخراج الزكاة من غير الحلي, لكنهن يخرجن الزكاة من غير الحلي ويخرج مع الزكاة أيضا أموالا أخرى ليرجح به الميزان وتنجو بها, ما المانع؟ والدليل إذا طرقه الاحتمال فلا يصلح به الاستدلال. لكنه من جملة ما يذكره العلماء في استدلال على وجوب الحلي الزكاة في الحلي. الحديث صحيح لكن صحيح لغيره, و نعم. ثم ذكر الإسناد الثاني والذي فيه شعبة بدل أبي معاوية, ومعروف أن شعبته أكثر خطأ من أبي معاوية في ماذا؟ في أسماء الرجال. لكن نحن نعرف من غير هذا الإسناد أن يعني العلماء عرفوا من غير هذا الإسناد أن أبا معاوية أخطأ, وشعبة جرى على الجادة في هذا الموضوع ما أخطأ. فالقضية ليست قضية قوة حفظ, فأبو معاوية هو الذي أوكى كيسا, يعني هو اللي جمع حفظ الأعمش وقال أما هذا فقد ربط كيسه, يعني جمع حتى لم يبقى له مجال أن يملأ. لكن مع ذلك هنا تقدم عليه شعبة في هذا الحديث, وذكر في هذا الحديث قال عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله, فما ذكر كلمة إيش؟ عن, فتبين لنا أن الإسناد أقل بطبقة, وأيضا هذا الحديث صحيح لغيره في الجملة. طيب قال وهذا أصح من حديث أبي معاوية. كلمة وهذا أصح إما أن يكون مقصود منها إعلال حديث أبي معاوية بمعنى الضعف, وإما أن يكون مقصود منها أرجح. ما المقصود هنا؟ يعله أخطأ تفضل أصح مو أصح بس أصح أرجح ولا الأول معلول والثاني غير معلول؟ نعم ها؟ ضعف ها؟ تفضل الأصوب. طيب
أولا إذا قلنا إن هذا يدل على أنه أعلل الأول بالثاني، الكلام صحيح إذا قصدنا بأنه ليس كل علة تدل على ضعف إيش الحديث. العلة قد لا تكون سببا في ضعف الحديث، ذكرنا أمثلة على ذلك مما ذكر الإمام الترمذي في أول كتاب في أول كلام في شرح علل الترمذي حينما تكلمنا عن الموضوع، أنه قد تكون العلة في الإسناد وقد تكون العلة في المتن، وهذا جاء في الصحيحين. واضح؟ هذا جاء في الصحيحين أنه يبدل رجل في الحديث فيؤدي إلى إيش؟ إلى إعلاله، مثل إبدال يعلى بن عبيد الطنافيسي لما روى عن سفيان الثوري، فروى عن عمرو بن دينار والحديث عن عبد الله بن دينار فأبدله فأخطأ على سفيان، وكل من روى عن سفيان خالفه في ذلك، وكلاهما ثقة والحديث صحيح بهذا أو بهذا، لكننا جزمنا أنه أخطأ وأعللنا الحديث بعلة خفية. واضح؟ لأنها لأن سفيان يروي عن عبد الله بن عمرو، ويروي عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار كلاهما، ولكنه أخطأ في ذلك. هذه علة، ولكن هذه العلة فائدتها أننا نعرف خطأ يعلى بن عبيد لأنه ممن يروي عن سفيان ويخطئ إذا روى عن إيش؟ عن سفيان. وبالتالي إذا خولف ماذا نفعل في مثل هذه الحال؟ نقدم من خالفه. هذه فائدة هذه العلة، وهذه العلة لا تؤدي إلى ضعف الحديث. واضح؟ وبالتالي فإذا قلنا أنه قال أصح بمعنى أنه يعل الأول بالثاني فالكلام صحيح، وإذا كان مقصود بأنه أرجح من الآخر بمعنى أرجح في حقيقة الإسناد وأصوب فالكلام صحيح، وليس المعنى على الإطلاق بأن الثاني سبب في ضعف الأول. أو أن يقال إن الضعف هنا ضعف نسبي بمعنى إن الإسناد ضعيف والحديث صحيح، وهذا موجود ولا ما هو موجود؟ ليس كل إسناد ضعيف فالحديث به يكون ضعيفا، بل كم من حديث إسناده ضعيف في بعض المصنفات صح بأسانيد أخرى فظهر بذلك صحة ذلك الحديث. ومن هنا يعني من فوائد جمع الباب أن تجتمع الطرق فيظهر لنا إما أن الحديث صحيح بغير هذا الإسناد، وإما أن نعرف علة بقية الأسانيد أو علة إسناد بالأسانيد الأخرى، وهذا منها حديث صحيح لغيره كما ذكرنا. إذن كلمة وهذا أصح من حديث أبي معاوية أي أصح من حيث اللفظ، من حيث اللفظ فزيادة عن خطأ، أو من حيث أنه يحذف رجلا من الإسناد، لا يوجد أحد يروي عنه عمرو بن الحارث بن المصطلق اسمه ابن أخي امرأة عبد الله، ما هو نفسه ابن أخي امرأة عبد الله. طيب، قال وهم في حديثه يعني أبا معاوية فقال عمرو بن الحارث عن ابني، فوضع كلمة عن، وهذه كثيرا ما يقع فيها بعض الناس، لكن من الذي يعني هذه لا تفوت، يعني بعض الناس يمكن الآن من جهال الناس من العوام من العلمانيين من القرآنيين من الذين يعني يتربصون بالحديث النبوي إذا وجدوا شيئا من ذلك فيفرحون به فيقولون هذا هو، لاحظ أنه يمكن أن يقع الراوي بالخطأ، نقول له أين وقع ذلك ولم ينبه عليه العلماء؟ فتجد نفس الراوي الذي روى الحديث ينبه، وليس هو فقط نبه، ينبه وينقل لك عن أشياخه الذين نبهوا على ذلك، وإذا لم ينقل لك أنت ستجد هذا التنبيه، تجد تنبيه على هذا الشيء في عدة كتب. واضح؟ وأما ما يقع فيه الخطأ فغالبا حاجة الناس إليه ليست شديدة، والناس ليسوا مفتقرين له، بل أغناهم الله عنه بماذا؟ بروايات تصح في نفس الأمر، ولا يكون المسلمون محتاجين إلى ذلك. قال والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أبي ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناده مقال. طبعا المقال ليس عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أنه كان أحمد ويعني أصحاب الحديث يحتجون بحديثه، فقط كان يعني ذكروا عن أبي داود أنه كان يعني يقول أنه لا يعني لا يحتج به، ولكن معروف عن أهل الحديث أنهم يحتجون، ومثل الإمام البخاري
كفى بإمامته وجلالته جلالة، لكن الظاهر أن الإسناد فيما دونه فيه المقال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن المقال سببه ابن لهيعة وسببه ابن الصباح. قال: واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلي والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، يعني ما لم يكن ذهبا وفضة، مثل إيش؟ مثل اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس وغير ذلك، وإن كانت جواهر نفيسة جدا أنفس من الذهب والفضة فليس فيها الزكاة، لأنه ليس علة الزكاة في الذهب والفضة أنها حلي، بل علة أنهما نقدان، وبالتالي وتلك ليست من النقود فلا ينطبق عليها الحكم وإن كانت حليا. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، يعني من أهل العلم من يقول بذلك، منهم هؤلاء، طبعا هؤلاء ممن قال بذلك، هؤلاء ممن قال بذلك وهم من كبار فقهاء الإسلام. قال المحقق رحمه الله، قال في المغني يعني ابن قدامة: وهي رواية عن أحمد، وسيروي عن أحمد أنه قال ليس فيه زكاة، لكن هي أيضا رواية عن أحمد، وبالتالي فالقول بأن الحنابلة لا يقولون بذلك غير صحيح، بل يقول به محقق الحنابلة، وفي زماننا الكبار الحنابلة يقولون بذلك، شيخنا الشيخ العثيمين يقول بذلك رحمة الله عليه. قال: وهي رواية عن أحمد، وروي ذلك عن عمر، وهو سيروي يعني سيروي بعد قليل، نعم، قال عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وذكر هنا من هؤلاء الثوري ولم يذكر ابن المبارك، وهو من يعني ممن ذكرهم هنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وعائشة، وعائشة المروي عنها في هذا ذكرناه لكم قبل قليل وقلنا أنه إيش؟ معترض، وثبت عن عائشة من روايتها، وهذا الذي ينبغي أن تكون تقول به، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها، والحديث في ذلك صحيح، وفي يدها فتقات من ذهب، فقال: ما هذا؟ قالت: أتحلى به لك يا رسول الله، وكلمة نحو هذا، فقال: أتؤدين زكاتها أو زكاته؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وهذا يدل على إيش؟ هو حسبك، يعني هو يكفيك من النار، هذا يدل على إيش؟ على أن فيه الزكاة، أتؤدين زكاته؟ فقالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وبالتالي عندنا هاتان الروايتان في المسألة. قال: وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، هؤلاء يعني قالوا: ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، طبعا هو راوي حديث بنات أخيها اليتيمات، وبالتالي فهؤلاء الذين يرون ذلك من الأئمة هم اعتمدوا على حديث عائشة أيضا، واضح؟ وبالتالي فتبقى المناقشة في أدلة القول، وهو الدليل الوحيد الذي يصح من حيث الإسناد في مسألة الحلي، فإذا كان الدليل الوحيد عندهم ومع ذلك هذا الدليل هو قول لمن روت أن في الحلي الزكاة، واضح، واحتمال أن تكون لم تأخذ بذلك موجود، يعني فالاعتماد على ذلك لا يكون إيش؟ قويا. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، قلنا إن هؤلاء منهم من جاء عنه خلاف هذا القول، والذين على رأسهم عائشة رضي الله عنها. ثم قال: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. الإمام الترمذي يعتمد أن ابن لهيعة ضعيف، صحيح ولا لا؟ ها؟ وهذا المشهور عند أهل الحديث، ومنهم الإمام الترمذي وجمع من أهل العلم، وهذا هو الصحيح، بشرط أن يكون الذي روى عن عبد الله بن لهيعة ممن روى عنه بعد
الاختلاط، لأن الرجل اختلط بعدما احترقت مكتبته، وبالتالي فحديثه المتأخر حديث ضعيف. فإذا روى عنه من روى عنه من المتقدمين فحديثه صحيح. المشهور أن رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب هي الرواية الصحيحة، ومنهم من قال معهم عبد الله بن يزيد ابن المقري أو المقري. طيب قتيبة، قتيبة هو صرح بأنه إنما عرض عليه الرواية من كتب من؟ عبد الله بن وهب، وهذا المتفق عليه أنه إذا روى عنه وكان هو روايته فروايته فيه صحيحة، واضح؟ يعني إسناده به حسن يكون، لأن الخلاف إن كون الثقة ولا حسن الحديث، فنزلنا إلى طبقة الحسن. المهم أنه من المحتج بروايته. فقتيبة أيضا تنضاف روايته إلى رواية العبادلة الثلاثة، وهناك من أضاف جمعا من الناس من خلال الدراسة والنظر وعليه. فحتى المقال الذي أشار إليه الإمام الترمذي يبقى يعني شبهة، وهذه الشبهة يمكن زوالها، والذي نظن أن هذه الشبهة قد زالت في هذا الحديث. قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الصحيح الاحتجاج بها، وهو الذي عليه إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث إمام البخاري، وروى ذلك عن أصحابه من أهل الحديث مثل إمام أحمد وغير إمام أحمد، وقالوا عامة أهل الحديث. يعني الإمام أحمد قال عن الإمام الشافعي، الإمام البخاري قال يعني يحتج به أحمد وكذا، ذكر جمعا ثم قال وعامة أهل أصحاب الحديث. فهذا الأصل أنك تعتمد ولا تعتمد من خالف في ذلك، المخالف قد يكون متشددا وقد لم يذكر الجرح المفسر، وحينئذ فالجرح المفسر لا، الجرح غير المفسر لا يعتمد في مثل هذه الحال. أن امرأتين أتت، والصحيح أن هذا الحديث على الأقل حسن، على الأقل حسن به أو بغيره، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. والحديث جاء من رواية أخرى أيضا أن امرأة جاءت من اليمن، وأن معها ابنة أو كذا، أو يعني ابنتان أو ابنة، وفي يدهما مسكتان غليظتان من ذهب، والغليظ يعني الذي يمكن أن يكون فيه الزكاة لأنه ثقيل، ونعم مسكتان غليظتان من ذهب. وهذا الحديث بهذا اللفظ في سنن الإمام أبي داود، وهو في صحيح أبي داود الأم في 96 300 و1000، يرجع إليه إن شاء الله تعالى ترتيب شيخنا الألباني رحمة الله عليه. حديث عائشة قلنا فتخات من ذهب، فتخات من ورق، فتخات من ورق. وهذا الحديث الذي هو حديث عائشة حديث صحيح، رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال في الخلاصة يعني الذهبي صحيح على شرط الشيخين، وقال الإمام الألباني موافقا لهما صحيح على شرط الشيخين، فالحديث صحيح. طيب قال هذا حديث، قال هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، أيضا شارك عبد الله بن لهيعة عمرو بن الصباح، عفوا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وهذا واضح مقصوده، يعني لا يصح باستقلال، فهل يصح بانضمامه بعضه لبعض؟ القضية أن الإمام الترمذي يعد رواية ابن لهيعة ضعيفة حتى لو روى قتيبة، والقضية قضية خلاف بين أهل العلم، فيرجع إلى الكلام في هذا. أظن أننا يعني اكتفينا من الكلام في هذا الباب، واضح؟ في شيء؟ تفضل. في شيء؟ ما في شيء، تفضل اقرأ. نعم الصحيح والله أعلم.
الراجح أن في الحلي الزكاة، لكن كون المسألة فيها خلاف، فلو أن رجلا أو لو أن امرأة كانت لا تؤدي زكاة حليها متكئة على فتوى أهل العلم فلا زكاة عليها حتى تعلم، فإن علمت تؤدي زكاة السنة التي هي فيها فقط، وأما السنين التي مضت فليس عليها فيها زكاة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الخضروات. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن مبارك. نعم، الزكاة هي في الحبوب وفي الثمار وليس في الخضروات. الحبوب والثمار لأنها في أصلها إنما تستعمل قوتا مدخرا، يمكن تماسكها بنفسها من غير وضعها فيما يحفظها، بخلاف البقول فإن البقول تحتاج إلى إيش؟ إلى كلفة في حفظها، وحينئذ فمثل هذه لا زكاة فيها. وعليه فهل يقاس ما كان بمثل تلك الحبوب، يعني البر والشعير والتمر والملح والتمر والبر والشعير والزبيب، هذه الأشياء إذا بقيت على أمها حتى تنتهي وتجف أو تيبس لا تخرب، لا تفسد بعد ذلك، تؤخذ تجفف وتبقى سنين، حتى إن بعض هذه يعني أو غالب هذه كلما طال بها العمر صارت أجود. التمر إذا طال به العمر ويبس صار أجود وصار أنفس، يعني التمر الذي ما زال فيه ماء سعره أقل، وإذا يبس صار أجود. القمح لا يجوز طحنه بعد يبسه على السنبل، ولا يكون فيه إلا فائدة قليلة جدا. وحتى الفريك، تعرفون الفريك، يفضل أنه إيش؟ إما أن يؤكل طريا يعني أخضر كما هو، وإما أن يترك أشهر طويلة، يعني ما ييبس ويؤكل مباشرة، وإلا تكون فائدته قليلة. فإذا يبس وطال به الأمر يؤكل. يفضل القمح بحسب المختصين أن يؤكل بعد 6 أشهر من يبسه. ولذلك الآن الصوامع حتى عندنا لا يمكن أن يباع شيء من القمح أو يوزع على الأفران وغير ذلك إلا بعد 3 أشهر على الأقل، لأنه يفسد عند الطحن ينتهي. شاهد من الكلام هذه الأمور، هذه لاحظ الشرع كيف فرض في مثل هذه الأشياء التي لا خلاف فيها ولا إشكال الزكوات. طيب كيف يعني، ما المقصود من هذا؟ ليش هذه؟ لأنك إذا أخرجت للفقير القمح الذي يدوم عنده يطول تخرجه لسنة كاملة، لأن الذي يخرج الزكاة كم يخرج؟ لسنة كاملة، تبقى عنده تلك السنة كاملة يأكل ويشرب إلى آخره، إلى أن يصل إلى السنة التي بعدها يكون قد جاء موعد الزكاة الثانية، فلا يبقى يوم إلا وعنده من قوته شيء. وينبغي على المصدق أنه يبذل للفقراء ما يكفيهم عامهم، بينما لو أخرج لهم البقول احتاجوا إلى أدوات حفظ. واضح؟ وإن كان الآن صار للناس أساليب أخرى، يعني يضعونها في السكر ويغلونها ويجففونها مثل ما يحصل الآن في بعض الفاكهة وفي بعض الخضروات، لكن هذا احتاج إلى طرق مختلفة ونفق على الحفظ. أما الحفظ المباشر فإنه فقط المواد التي ذكرنا، وأما ما شابهها مثل الأرز ومثل غير ذلك من هذه الأمور فهل فيها الزكاة؟ فيه خلاف، والمتفق عليه منها هو القمح والشعير والتمر والزبيب.
ما شابه ذلك أما كان مثله في كل شيء الظاهر والله أعلم أنه يجتمع معه الحكم. يعني يكون الرز مثلا يجتمع معها في الحكم إذا يعني إذا انطبقت عليه الشروط الموجودة فيه، وهكذا الأشياء التي تشبهها والله أعلم. على كل حال هذا الحال قال باب ما جاء في زكاة الخضروات، ثم ذكر هذا الحديث والذي فيه الحسن، حسن هذا حسن بن عمارة مش هيك؟ حسن بن عمارة ضعيف أو حتى متروك ربما، ضعفه بعضهم وتركه بعضهم. عن محمد بن عبد الرحمن، على كل حال هذا الإسناد ضعيف. عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء، يعني ليس فيها زكاة. شيخنا رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لطرق وردت له، ليس يعني المقصود بشواهد المسألة، شواهد المسألة، وذكر هذا. ترجعون إلى الإرواء 1.08 1.800، ارجعوا الحديث 1.800 تجدون كلام شيخنا رحمه الله تعالى من الأحاديث التي ذكر هذا الحديث الذي أشار إليه هنا. قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقلنا مثل هذه الكلمة معناها صحيح يعني باستقلال، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة رواية موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاءت؟ يعني هل يعني مثلها مثل بقية المرسلات؟ الجواب هناك فرق. الحجاج بعث إلى موسى بن طلحة موسى بن المغيرة مصدقا، فطلب إليه زكاة الخضروات فقال له لا زكاة فيها، فسأله عن ذلك الحجاج فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. فذكر هذا موسى بن طلحة محتجا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه المراسيل لا شك أنها أقوى من المراسيل التي تجيء عن طريق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لأنه جزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقاله محتجا. بل إن الحجاج اعتمد هذا وقال موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة وأخذ بهذا. طبعا لا نحتج بالحجاج لأن احنا زعلانين منه، بس نتكلم نحن عن الفقه الآن، ليست مسألة يعني ايه هذا أمر ليس فيه مجال للعاطفة. فالشاهد من الكلام هذا هو مقصود الإمام الترمذي رحمه الله تعالى برواية إنما يروى هذا عن موسى بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن في النهاية أهل العلم عملوا بهذا، وتعلمون كلام الإمام الشافعي في المرسلات إذا كانت إذا عمل عليها عامة أو عوام أهل العلم فإن هذا أيضا يقوي، فصار عندنا مقويات لهذا الحديث. قال والحسن بن عمر وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن مبارك. نعم هو موسى بن عمر من الحسن بن عمر. هو ما هو الآن نحن نتكلم فيما لا إشكال فيه، وأما ومما أخرجنا لكم من الأرض، العلماء منهم من ذكر أن المقصود بذلك إما الزكويات وإما غير الزكويات على غير وجه الوجوب، على غير وجه الوجوب. أنفقوا مما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومعلوم أنه ليس كل ما بين أيدي الناس من المملوك من الطيبات يجب فيه الزكاة، يعني بلا خلاف هناك ما هو هناك أمور ليس كل شيء، وكذلك ما خرجهم من الأرض ليس كل شيء يجب فيه الزكاة. لكن حديث الآية الثانية وآتوا حقه يوم حصاده إنه لا يحب المسرفين، هذا يعني قد يكون فيه نوع من الشمول في الجملة. ومنهم من يقول بل وآتوا حقه يوم حصاده، لأن وردت فيه أشياء
ليست من الزكويات قبل هذا يعني في السياق وردت غير. فقال بعض أهل العلم إن هذا يعني أنه أن حقه أن من يحضره من الفقراء له حق في إيش؟ في أن يعطى، ولكن لا يكثر من ذلك بحيث يبلغ أكثر من حاجتهم أو يبلغ بما يقصر فيه على نفسه وعلى الأرض. الله أعلم. على كل حال مسألة يعني كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار ومسر بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنطف نصف العشر. وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر. وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار ومسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر عثريا أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. يقسم العلماء ما يخرج من الأرض إلى قسمين: المسقي والعثري، أو المسقي والبعلي. العثري هو من العاثوراء، وهي الحفرة التي يعثر بها الماء فيثبت، لذلك قال عثري وليس عثريا. وأما المسقي فهو الذي يحول إليه الإنسان الماء إما بالدواليب، وإما بأن ينقل بالدلاء ما يسمى بالغرب، وإما أن يعني يشغل عليه الماتورات الآن الموجودة هذه، فهذه مثل الدواليب لأنه يدفع عليها نقودا حتى لو لم يعمل، يعني هو ما يحتاج إلى عمل، لكن هذه يعني يدفع نقودا من أجل نقل الماء. الماء الذي يعد ليس عثر، الزرع الذي ليس عثريا هو الذي ينقل إليه الماء من مكان آخر. أما العثري هو الذي يصل إليه الماء بدون فعل البشر، واضح؟ يعني هو البعلي، يصل الماء إلى الحفر التي توجد في الموضع ويستقر فيها فيتغذى منها. إذن هذان نوعان، نفس المادة تنبت عثرية أو بعلية وتنبت مسقية في أرض طيبة وفيها ماء كثير ويجتمع إليها الماء، وهي أرض بركة يعني أرض منخفضة، هذه تكون إيش؟ عثرية وبعلية لا تحتاج، وفيها حينئذ العشر كاملا، يعني يلزم الإنسان أن يدفع أكثر فيها. وأما ما يعني يتكلف فيه الإنسان السقي فإنه حينئذ يدفع ماذا؟ نصف العشر، يعني يسقط عنه نصف العشر بسبب إيش؟ بسبب العمل أو التكلفة، يعني العمل أنه هنا ينقل الماء أو التكلفة الذي يحصل بسبب الدواليب والأشياء التي يعني يصنعها الإنسان لينقل بها الماء. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري، أبو موسى الأنصاري حتى لو لم يقل أبو موسى فالأنصاري دائما هو إسحاق بن موسى الأنصاري. قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن المديني أو المدني، وهذا صدوق يهم، صدوق يهم. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب، وهذا أيضا صدوق يهم، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة. الآن هؤلاء الذين يهمون إذا حصل خلاف في روايتين في إسنادين، في أحدهما من يهم وفي الآخر من لا يهم، الخلاف سواء كان بوصل أو إرسال أو قطع واتصال أو غير ذلك، من الذي يرجح حينئذ؟ الذي فيه من يهم ولا الذي ليس فيه من يهم؟
وإذا كان أحدهما فيه من يهم كثيرا وفيه واحد ربما أخطأ، من نرجح؟ ها؟ طيب. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. طبعا فيما سقت السماء يعني بغير فعل آدمي أو تكلفة من الآدمي، فيما سقت السماء والعيون، والعيون يعني السماء ما يسقط عليها من السماء، والعيون ما يخرج عليها من إيش؟ من الأرض. العشر يعني إذا كانت عشرة أوسق ففيها إيش؟ وسق واحد. وفيما سقي بالنضح، النضح يعني الاستنباط والإخراج، والنضح له طريقتان: بفعل الآدمي أو بتكلف من الآدم، بكلفة من الآدم، يعني بيفعل مرة واحدة، بيحط جهاز للنقل، سواء كان هذه الدواليب التي يعني يجعل لها دواليب يتحرك وينقل فيها، أو اللي بيشغل الكبسة على الكهرباء وبتبدأ إيش تنقل، كل هذا يعتبر إيش؟ هذا نضح، يعني سواء حمله على كتفه أو أنه نقله فيه تكلفة في الموضوع. قال نصف العشر يعني إذا كان إذا كانت الكمية 20 وسق ففيها وسق واحد، إذا كان بما نزل من السماء ومن العيون وكانت 20 وسقا ففيها وسقان. وقال في الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر، كلها شواهد، كلها شواهد. حديث ابن عمر سيأتي أيضا معنا عن ابن عمر شيء من ذلك. وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله من الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فيكون أخطأ من أخطأ من وصف بأنه يعني صدوق ياهم كما ذكرنا قبل قليل. وكأن هذا الحديث أصح، أي وكأن هذا الحديث به هذه السياقة الإسنادية أصح. طيب الحديث الأول نفس الحديث الثاني، بس الأول متصل مرفوع متصل والآخر مرسل، ولا لا؟ إيش الفرق بين الحديثين؟ من يقول الثاني بعد ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسل، يعني إيش بلفظه؟ إيش اللي اختلف؟ أن الأول متصل والآخر مرسل. فالمقصود بأن الحديث أن الإسناد الثاني أصح من الإسناد الأول، ولذلك لابد أن ننتبه. ليس معنى إذا الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني صحيح، لا، هو الحديث واحد، لكن الفرق أن الأول مروي بإسناد متصل لكنه ضعيف، والثاني مروي بإسناد مرسل لكنه صحيح إلى من إلى من أرسله. فلو لم يوجد غير هذين الإسناد بقي الحديث ضعيفا، وإن قال الإسناد الحديث الثاني أصح. لو لم يوجد غير هذا الإسناد لهذا الحديث، فقوله هذا أصح لا يعني أن الحديث صحيح، وإنما كلمة هذا أصح يعني أنه يقوي هذا الإسناد على الإسناد الذي قبله، ولا يفيد الصحة أبدا. واضح؟ كيف سنعرف أنه أصح يفيد الصحة ولا ما يفيد الصحة؟ لو أنه وجد إسناد آخر يعني يدل على الصحة فيكون يعني أصح يعني صحيح والآخر ضعيف، وإذا لم يوجد أي إسناد آخر غير هذين الإسنادين فهو أصح يعني من حيث نسبيا، هذا أصح من هذا وكلاهما ضعيف. واضح؟ يعني هذا الطفل أكبر من هذا وكلاهما صغير، تمام؟ هذا أغنى من هذا، هذا مع هذا فقير وهذا مسكين، بس كلاهما إيش؟ فقير. طيب. قال وقد صح عن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. ابن عمر أشار إليه قال وفي الباب عن ابن عمر الشيخ، وسيذكره، وقل ما يفعل ذلك، عادة يذكر يقول في الباب عن فلان بس ما بيذكره. قال حدثنا الحسن أحمد بن الحسن، هذا أحمد الحسن الترمذي، وهو ثقة حافظ من الأئمة، وهذا في طبقة البخاري. ونلحظ هنا أن الإمام الترمذي روى الحديث الذي رواه البخاري من غير طريق البخاري، من رجل في طبقة البخاري، يعني كان يتمكن الإمام الترمذي أن يروي الحديث ليس عن ترمذي وإنما عن بخاري، فرواه عن بلديه وهما طبقة واحدة.
البخاري رحمه الله تعالى كم؟ 256 مش هيك؟ وهذا 250، يعني اثنين تقريبا في السن متساويان وفي الطبقة، وكلاهما روى الحديث بهذا الإسناد، كل من محمد بن الحسن ايش قلنا احنا؟ احمد بن حسن، احمد بن حسن الترمذي، كل من احمد بن حسن الترمذي ومحمد بن اسماعيل البخاري روى الحديث بهذا الاسناد، نفس الاسناد. يعني احمد حسن قال سعيد بن ابي مريم، والبخاري قال سعيد بن ابي مريم، كلاهما واضح الى اخر الاسناد. الفروق بين الحديثين ان حديث البخاري رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط بدون كلمة أنه سنة، واضح؟ وكلمة العشور هنا في العشور مش هيك؟ العشور عثريا العشور، وعند البخاري العشر، يعني العشر في في الموضعين العشر. لا، قال أنه سنة فيما سمك سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشور، والعشر عندك يبدو أنه فيه نسخ، يبدو أنه فيه نسخ، لأن أنا مدون عندي هنا أيضا العشر كانها نسخة، بس ما أشرت إلى أنها نسخة، مسجل عندي العشر هنا نسخة يعني، ولا إيش في إشارة إلى هذا؟ ما أشرت. هي على كل حال يمكن يكون خطأ، لكن مسجل عندي هنا العشر يبدو تصحيح أو كذا. على كل حال تبقى كلمة أنه سن ليست موجودة في البخاري، لكن الحديث صحيح ورواه البخاري، وهذا الإسناد إسناد صحيح، ولكن الحسن ابن أحمد بن حسن الترمذي هو يعني ثقة حافظ، قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. نعم. طيب أذن إن شاء الله بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا هناك أيضا موضع ما أدري أنت قلت عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، ولا عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد؟ عندي عن، إيه هي وعن؟ لا عندي عن. إيه أدري عندك عن، هي موجودة في بعض النسخ عن وفي بعض النسخ وعن، وهي الصحيحة وعن بمعنى أن بكيرا وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد كل هؤلاء طبقة، وأشار إلى ذلك الدارقطني أظن في العلل، عندك في العلل ولا في العلل؟ نعم تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، حتى تأكله الصدقة. وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب
أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك. وعمه شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال هو عندنا واهم، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. نعم، قال: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. والسر في الكلام في مال اليتيم بالذات أنه لا يلزم الإنسان الفرائض التي تجب على الناس حتى يبلغ، حتى يصل إلى رتبة البلوغ. ما دون ذلك هذا ليس مكلفا، فكيف تجب في حقه زكاة المال؟ فاختلف العلماء في زكاة المال تعليلا واستدلالا. أما تعليلا فقال بعضهم: إذا كانت الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال فاليتيم لا يتعلق بذمته حقوق لله سبحانه وتعالى مالية. لماذا؟ لأنه غير مكلف، فكيف تستقر في ذمته وهو لا يجب عليه فعل ذلك؟ يعني لو أن يتيما عنده مال يذهب فيه ويأتي، وقيل له إنه يلزمك أن تؤدي الزكاة، وقال لنا: هل هو واجب علي وهل أنا مكلف؟ فقلنا: لست مكلفا. طيب كيف يجب علي وأنا غير مكلف؟ هذا التعليل، أنه لا يلزم في حقه الزكاة، فأنشئت هذه المسألة من هذا الباب تعليلا. وقال المخالفون لذلك: إنه ليس حقا في ذمة اليتيم، وإنما هو حق في مستقر في نفس المال. فقيل: كيف يستقر حق في مال بمعزل عن صاحبه؟ والأموال قد تكون أموالا عامة فلا يلزم فيها الزكاة، مثل الأموال التي يعني مثل بيت المال إلى آخره من الأموال التي لا يلزم فيها الزكاة، أو أموال تكون ديونا ولا يستطيع أحد أن يسدها، أو أنها تنتقل لكنها لا تستقر في ذمة أحد بعد الانتقال، مثل حصر الإرث وغير ذلك. فكيف استقر في هذا المال زكاة؟ فيقال: إن هذا المال ملك تام لليتيم، وهو متصرف فيه بشرط الوصي، كتصرف المالك تماما، كتصرف المالك تماما. والمالك قد يكون عاجزا عن الكلام فيوكل عن نفسه إنسانا، فيكون المتصرف عنه في حكم المتصرف، واضح؟ فهو مالك ملكا تاما ومتصرف، بقيت قضية إيش؟ قضية التكليف. وزكاة المال متعلقة بنفس المال، ويخالف بقية المال العام أن له إيش؟ مالكا محددا، واضح؟ فهنا يعني هذا كان الجواب عن قضية تعليل هؤلاء. وأما من حيث الدليل، طبعا نأتي إلى الكلام بهذا الباب. أولا ذكر هذا الحديث الذي لا يصح بسبب المثنى ابن الصباح، ذكرنا أنه ضعيف. وأما عمرو بن شعيب صحيح أنه ليس ضعيف، هذا الإسناد ما هو ضعيف من هذا الباب، ولكن ذكرنا سبب الضعف. يعني البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر أنه يعني قال رأيت الإمام أحمد وإسحاق، وذكر أناس قالوا عامة أهل الحديث أو عامة أصحاب الحديث يحتجون به، وهذا يعني يكفي، وهم يعني أرجحوا من غيرهم. وقال هنا الإمام الترمذي أيضا في هذا الباب بأن عمر بأن عمر بن شعيب يتكلم به بعضهم، مثل يحيى ابن سعيد ومثل أبي داود
وقالوا ليس بحجة. ذكر هنا أنه يعني هناك من يحتج به وهم الأكثر من أهل الحديث، أكثر أهل الحديث يحتجون بحديثه كما ذكرنا. على كل حال، ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لكن الظاهر أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. لكن الحديث مروي عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أصح من هذا، بلفظ قريب من هذا اللفظ. وقال وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، فذكر الحديث يعني موقوفا عليه، هذا أصح من الذي سبق. وبالتالي فهو وهذا ومثل هذا الغالب أنه لا يأتي من قبل الرأي، لكن مع ذلك حصل خلاف قديم، ولذلك الأخذ والرد في مثل هذا الخلاف أمر مفتوح، ولا يستطيع واحد أن ينكر على الآخر، ولكن أهل العلم لهم يعني أن يقولوا بذلك بحسب ما يبلغهم من الاجتهاد أو ما يصلون إليه، ما يصلهم إليه الاجتهاد الذي به يعني يقولون. نعم، نأخذ حديثا أخيرا، ها؟ الذي يبدو لي أن فيه الزكاة والله أعلم، ترجيحا لحق الفقير. واليتيم قد يكون غنيا جدا وقد يكون له أموال بالملايين، ولكن في مثل هذه الحال الوصي كما أن عليه أن يكون كفيلا لليتيم في بدنه وتأديبه، كذلك ينبغي أن يكون إيش وصيا في ماله، وهو يجوز له أن يستفيد من هذا المال إذا كان يعني إذا كان يعمل لهذا اليتيم، كما قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهو إذا وإذا اشتغل في مال يتيم فله أن يضارب بمال يتيم ويكون شريكا له إذا كان هو يعني عنده خبرة، وإلا يأتي بمن يكون شريكا مضاربا ويسعى في تنمية مال يتيم حتى لا تأكله الصدقة. نعم، نعم، في أسئلة؟ طيب إذا نقف إذا كان في أسئلة حتى لا نفوت فائدة الأسئلة. خلي الشيء.